ملكة سانت زور هو اللي ورسحين المريض كلام يدن يكشم دار المريض على المستشفى على سنين ومطاقة تقيت مسكين ورتقيتي الحالتات هن ورداني بدك سكار أتزل كين إتعتي الحكومة دمان كتقى الدولة ورتهن ورتها المستشفيات ورانس السبيطارات على سنين ما دك سكار خنكي على سنين ما دك سكار خنكي أتسنك ورداني ما دك سكار ورداني المال ورداني كذا أضبيبة تنتا يخشن لدي تما قارت على سنين يستوصيت بعدا ميدن هتي قدرت تمت وتوصيت حتى يان هن كله يكاد ودي عدي على تيني بنادم ايك يفتدر ولو رصحة دار المريض انا كادر قيس على تيني سيدو كان عايسي تيني كيين يخساك صافي يخساك تقمت عارتي سقنت رحمة ربي تبارك وتعالى وهوي وغضي كادر تكا زيارة المريض ايك شبرت من دار المريض على تيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني يسد علي دي ورد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور ان شاء الله لا بأس طهور ان شاء الله إني يسبي أن ربي تبارك وتعالى هذه الابتلاء اللي قيس الأجر إلا قيس الخير خصك تصبرت أن تصبرت إيه يفولكي أشكو الصبر في الأقدار ربي تبارك وتعالى إلا قيس الخير غير سنة على القمة رضي الله رحمه الله لرجل إنك بنادم إن ربي تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه غير إن على القمة ترحم ربي تبارك وتعالى واني قالت بنادم يعطي تصيب كالمصيبة اسنس كدار ربي وكان يرضي سوس اسلم يقدر ربي تبارك وتعالى هان بنادم يقول كي يغفت دار المريض التسفرح التس أدس نس قرب من رحمة ربي تبارك وتعالى الناس بين رحمة ربي تبارك وتعالى أدس دوريوي المسائل اللي غريق قند